السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي في حل سؤال جديد من أسئلة الفيزياء العامة. ولدينا هنا سؤال ينص على التالي: يتحرك منطاد هواء عموديا إلى الأعلى بسرعة ثابتة تبلغ 5 متر على الثانية، وعندما يكون على ارتفاع 21 متر فوق سطح الأرض أسقط طرد من البالون. المطلوب الأول، ما هي المدة الزمنية التي يستغرقها الطرد للوصول إلى الأرض؟ والمطلوب الثاني، ما هي سرعة الطرد قبل الاصطدام بالأرض مباشرة؟ والمطلوب الثالث، طالب مني أكرر الخطوة، أو المطلوب واحد واثنين في حالة أن يكون البالون في حالة الهبوط بسرعة مقدارها 5 متر على الثانية. يعتمد الحل على فهم جيد للسؤال وتصور كامل لما يجري حتى نستطيع إيجاد المطلوب. فخلينا نستعين بالرسم التالي، اللي هو عبارة عن الحدث الذي موجود أمامي، وهو أنه في أنا عندي البالون ويوجد فيه الطرد اللي هو باللون الأخضر هذا، وكان البالون يتحرك بسرعة إلى الأعلى V تساوي 5 متر على الثانية. هذه سرعة البالون وهي سرعة ثابتة، هنا أعطاني إياها بيقول لي سرعة ثابتة تبلغ 5 متر على الثانية، وعندما وصل البالون على ارتفاع 21 متر من الأرض تم إسقاط الطرد، وبالتالي هذا الطرد يمتلك نفس خصائص السرعة للبالون. فإذا كان البالون يصعد إلى الأعلى بسرعة مقدار 5 متر على الثانية، معناته أنه الطرد عندما تحرر من البالون لم يكن من السكون، وإنما كان بسرعة ابتدائية. حاعطيها الرمز VI للبالون، وللأعلى هذه حتكون VI تساوي 5 متر على السكند. الآن البالون طبعا حيسقط سقوطا حرا في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي G، اللي هي 9.8. هذه عجلة الجاذبية الأرضية حتؤثر على البالون، أنه سرعته اللي كانت 5 متر على الثانية سوف تنخفض تدريجيا لن تصل إلى الصفر، ثم يكتسب سرعة بالسالب في اتجاه الأرض إلى الوصول إلى نقطة اللي هو الهدف أو الأرض. إذا أنا اعتبرت أنه النقطة تبعتي نقطة الأصل أو نقطة البدايات هي عندما كان البالون على ارتفاع 21 متر، وبالتالي هذه اللي اعتبرتها النقطة تبعتي هي صفر وصفر، إذا Y initial اللي هي Y initial في الحالة هذه حتساوي اللي هي ارتفاع صفر، بينما Y final اللي هي نقطة الوصول إلى الأرض حتساوي سالب 21 متر. طبعا ليش سالب 21 متر؟ لأنه تحت اللي هو خط الأفق أو خط الحدث اللي هو Y تساوي صفر. إذا أنا اعتبرت أن سرعة الانطلاق أو البداية كانت 5 متر على الثانية، فسرعة الوصول إلى الأرض V final هذه مجهولة بدي أحسبها، كذلك بدي أحسب الزمن اللي استغرقته هذه الحمولة أو هذا الطرد للوصول إلى الأرض، وبالتالي بدي أحسب الزمن T. إذا الـ T أنا عندي مجهولة والـ V عندي مجهولة. في مثل هذه الحالات طبعا هستعين بمعادلات الحركة في بعد واحد تحت تأثير التسارع الثابت، وهو عجلة الجاذبية الأرضية. والقانون اللي بيربط لي Y initial مع Y final مع السرعة الابتدائية مع عجلة الجاذبية الأرضية مع الزمن هو القانون المعروف Y final بتساوي Y initial زائد V initial في T ناقص نص G في T تربيع. هذا القانون طبعا لو أنا عوضت فيه ممكن أحسب منه الزمن المستغرق في الهبوط، ولكن من الراعي الإشارات، لأنه الإشارات هنا مهمة جدا. كما ذكرنا أنه Y final هي سالب 21 لأنها تحت الإحداثيات. طبعا لو أنت أخذت نقطة الأصل تبعتك تحت هنا صفر وصفر، فبالتالي Y initial حتكون لها قيمة ومقدارها 21، يعني كأنه نفس الشيء. وبالتالي لو أنا اعتبرت Y final ناقص 21، إذا Y initial حتكون صفر زائد الآن السرعة الابتدائية إلى الأعلى، وبالتالي حتاخذ إشارة موجبة وهي مقدارها 5 T، وناقص نص عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي ناقص 4.9 T تربيع. هذه المعادلة بإمكاني أعيد ترتيبها بحيث أنها تكون تأخذ الشكل التالي: ناقص 4.9 T تربيع زائد 5 T، وناقص 21 هاخدها على الطرف الثاني حصير زائد 21 حتساوي صفر. هذه المعادلة بحلها باستخدام القانون، لأنه احنا بنعرف انه لما يكون عندي اللي هي خلينا نكتبها هنا، انه AX تربيع زائد BX زائد C بتساوي صفر، فX حتكون قيمتها تساوي باستخدام القانون
اللي هو عبارة عن ناقص بي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل بي تربيع ناقص 4 في A في C على 2 A. قيمة الـ A هي ناقص 4.9، قيمة الـ B اللي هي 5، والسي اللي هي 21. فلو عوضت عن المعادلة تبعتي اللي هي ناقص 4.9 تي تربيع، إذا بتطبيق القانون على المعادلة تاعتي عشان أوجد قيمة الزمن تي حلاقيها بتساوي أول خطوة عندي اللي هي ناقص بي، ناقص بي اللي هي عندي أنا 5 وبصير سالب 5 زائد أو ناقص تحت الجذر التربيعي سالب 5 تربيع اللي هي 25 ناقص 4 مضروبة في قيمة الـ A اللي هي ناقص 4.9. إذا ناقص مع ناقص حتصير موجب 4.9 مضروبة في القيمة اللي هي C اللي هي 21 تقسيم 2A، 2 في الـ A اللي هي 4.9 وهذا حتاخذ إشارة سالب. إذا T من هذه المعادلة حتساوي، خلينا نفك الجذر، إذا ناقص 5 كما هي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل 25 زائد 4 في 4.9 في 21 بيساوي تقريبا 20، إذا زائد أو ناقص 20 على ناقص 2 في 4.9 اللي هي 9.8. من هاي المعادلة بنحصل على قيمتين لتي، القيمة الأولى بتكون بالموجب والقيمة الثانية بالسالب، فبالتالي حتعطيني القيمة الأولى اللي هي حتساوي 2.55 سكند، هذه الإجابة اللي أنا بدي إياها. والإجابة الثانية اللي هي بتعطيني اللي هي مرفوضة هذه الإجابة، ولكن بتعطيني سالب 1.5، وطبعا لا يوجد زمن بالسالب، فبالتالي هذه الإجابة مرفوضة. إذا أنا بعتبر إنه تي تبعتي طلعت 2.55. طالما أنا حسبت الزمن الذي استغرقته الحمولة للوصول إلى الأرض، ما هي سرعة الطرد قبل الاصطدام بالأرض؟ طبعا الآن أصبح الزمن متوفر لدي، وطالما الزمن متوفر لدي إذا بإمكاني إيجاد السرعة النهائية. طبعا في طلبة الآن بيفترضوا أن السرعة النهائية أنه وصل الأرض ووقف، لا، إحنا بنقول السرعة التي اصطدم بها بالأرض وبعدين توقف، فبالتالي السرعة النهائية لها قيمة، وهذه القيمة لازم تطلع بالسالب لأنه في اتجاه الهبوط، أو هي في اتجاه أسفل محور y تساوي صفر. فبالتالي أنا عندي الآن القانون v final بيساوي v initial ناقص g في t. من هذا القانون باستخدامه بعوض عن v initial اللي هي قيمتها 5 ناقص 9.8 مضروبة في قيمة الزمن اللي هي 2.55، فبتطلع معايا v final. إذا v final خلينا نحسبها، حتساوي سالب 20 متر على السكند. إذا إشارة السالب هذه تشير إلى أنه الحمولة كان اتجاهها إلى الأسفل بهذا الشكل، وقيمتها الآن أصبحت 20 متر على السكند، بينما تي كانت 2.55. طيب هل في طريقة تانية لحل هذا السؤال؟ بالتأكيد في طريقة تانية، خلينا نشوف مع بعض. أحيانا نحن لا نرغب بالدخول في معادلة المعادلة التربيعية هذه وحل إيجاد تي، فطبعا في أنا عندي قانون، هذا القانون ممكن يحسب لي السرعة النهائية، ومن خلال ومن السرعة النهائية ممكن أحسب الزمن. خلينا نشوف مع بعض القانون اللي أنا بدي أستخدمه اللي هو V final تربيع بتساوي V initial تربيع ناقص 2 في عد الجاذبية الأرضية في Y final ناقص Y initial. طبعا هذا القانون ما فيش فيه الزمن، وبالتالي ممكن أحسب منه السرعة النهائية V final، لأن كل المعطيات الثانية موجودة، وما ننساش انه هذه تربيع، حتساوي الان بالنسبه لل V initial هي كانت 5 متر على الثانيه، وبالتالي هي 25 ناقص 2 في جي اللي هي 19.6. والان بدنا ننتبه انه Y final حتاخذ سالب 21 ناقص 0، يعني في سالب 21. V final في الحاله هذه تربيع، حتساوي الجذر التربيعي الى 436.6. اذا V final حتساوي 20 متر على السكند، وهي نفس القيمة اللي أنا حسبتها. وطبعا
احنا بنعرف انه في فاينل حتكون الى الاسفل، وبالتالي حتاخذ اشاره سالب، لانه هنا انا في تربيع مش حتطلع لي اشاره سالب، ولكن ضمنيا لو انا اجيت رسمت اتجاه السرعه فبرسمه الى الاسفل بهذا الشكل، وبالتالي هذا بيعطيني انطباع انه السرعه في اتجاه الهبوط الى الاسفل. اما بالنسبه للزمن فبالتالي انا ممكن استخدم القانون اللي استخدمته هنا، ولكن بدلاله الزمن، فبالتالي حيكون عندي قيمه في فاينل اللي هي ما صارت معروفه ناقص تساوي في انيشال ناقص جي في تي، وبالتالي في فاينل ناقص في انيشال حتساوي ناقص جي في تي. اذا لو انا بدي احسب قيمه الزمن الذي استغرقته في الوصول الى الارض حتساوي في فاينل ناقص في انيشال مقسومة على سالب عجلة الجاذبية الأرضية، وبعوض بالأرقام إنه V final كانت سالب 20 و V initial كانت سالب 5، وطبعا هنا أنا بالموجب 5 صفر كانت سالب 25 على سالب 9.8. إذا T لو أنا حسبتها على الحاسبة حتطلع معايا 2.55 سكند. هيك أنا بكون حصلت على الزمن، وبنلاحظ انه الزمن يساوي نفس الزمن اللي حصلت عليه هنا باستخدام المعادله هذه القانون، وايضا السرعه النهائيه كانت 20 متر على الثانيه. المطلوب الثاني بيقول لي كرر في حاله الهبوط. ايش معنى ذلك؟ انه البالون الان هو في حاله الهبوط الى الاسفل، اذا هو يمتلك الان سرعه الى الاسفل مقدارها 5 متر على الثانيه. إذا الحمولة لما نزلت من البالون أو أسقطت من البالون كانت تمتلك الآن سرعة، هذه السرعة حتكون إلى الأسفل 5 متر على السكند. لذلك لما تيجي أنت تعوض في هذه النقطة، وأنا حترك لك هذا الكلام تحسبه لحالك، فحتجد أنه الفي هنا حتاخذ إشارة سالب، وهنا حتضلها سالب، وبالتالي هذا حينعكس كله على الزمن، ولو حسبتها حيطلع معاك قيمة الزمن اللي هو الإجابة الثانية اللي كانت مرفوضة، حتكون هذه الإجابة هي هي الصحيحة، وهذه الإجابة حتكون مرفوضة لما تكون السرعة إلى الأسفل. اللي حيتغير فقط إنه الزمن حيكون أقل، وطبعا هذا كلام منطقي جدا، لأنه هنا السرعة حتكون 5، ومع الجاذبية الأرضية في نفس الاتجاه سوف تتزايد هذه السرعة، بينما لما كان إلى الأعلى حتقل، وبالتالي حتاخذ فترة زمنية أطول. بتمنى عليك انك انت تحلها وتحاول تعوض بالارقام وتشوف ايش بيطلع، سواء استخدمت الطريقه الاولى او استخدمت الطريقه الثانيه، المفروض انك تصل الى نفس النتائج. بهيك بنكون حلينا سؤال من اسئله الحركه في بعد واحد تحت تاثير تسارع ثابت، ونلتقي في سؤال اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.